ما هو الفرق بين الشيطان والقرين والجن؟ الحقيقة هذه مفاهيم ينبغي أن تتضح أمامنا، ليس لمجرد حب المعرفة، هذا أمر من الله أيها الأحبة، أمر من الله أن تعرف من هو الشيطان. ربما يستغرب البعض من أين تأتي بهذا الكلام، هل الله يأمرنا أن نتعرف على الشيطان؟ أقول نعم، من مبدأ أعرف عدوك، لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الشيطان لكم عدو. ماذا؟ هل توقف الخطاب عند أو النداء عند هذا الحد؟ إن الشيطان لكم عدو وانتهى؟ لا، فاتخذوه عدوا، فاتخذوه فعل أمر أيها الأحبة، يأمرك الله أن تتخذ هذا الشيطان عدوا. كيف أتخذه عدوا؟ ينبغي أن تعلم أساليب العدو في علم الحروب وعلم النفس العسكري، أنت ينبغي أن تعرف كيف يفكر عدوك لتحذره، كيف يخطط، كيف ينظر إليك، ماذا يريد أن يفعل، ماذا يخطط لك، وإلا ستخسر في المعركة. أي معركة أيها الأحبة بين اثنين أحدهما عدو للآخر، لا يعرف الطرف الذي لا يعرف عدوه سوف يخسر. من هنا الشيطان أراد أن يأخذ معه إلى جهنم أكبر عدد ممكن، ولأضلنهم ولأمنينهم، سيعطيك أماني، يعطيك الغرور، يعطيك أحلام، يقول لك هذه الدنيا حلوة جدا، اكسب كثير من المال، ازني، اتبع الشهوات، متع نفسك، الحياة قصيرة، استمتع بها قدر المستطاع، اجمع المال، سوف يضلك ويمنيك ويغرك. ولا يغرنكم بالله الغرور، الغرور هو الشيطان أيها الأحبة، لأنه كما أغوى سيدنا آدم سيغويك. كلمة غوى تكررت مرتين في القرآن، أنا أحب أن أكرر هذه المعلومة، نفقه ونتدبر أيها الأحبة. والله أيها الأحبة الله سيسألنا عن هذا العلم، ماذا أنفقت وقتك في هذه الدنيا؟ إذن أنا كإنسان عاقل، الله أعطاني ذكاء، أعطاني تفكير، أضيع هذه الساعات في الدنيا على شيء تافه، على أغاني ومسلسلات وكلام فارغ ولهو؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إياكم وكثرة الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي. كذلك الاستماع لغير ذكر الله يقسي القلب والدماغ أيضا. لذلك أيها الأحبة احرصوا أن تستمعوا لذكر الله وتدبر القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء حول القرآن والسنة، هذا الذي سينفعك يوم الموت ويوم لقاء الله وفي قبرك ويوم القيامة. إذن من هذا المنطلق ينبغي على كل واحد منا أن يعرف عدوه الحقيقي وهو الشيطان. إذا كان لك عدو، جار أو صديق أو قريب، من السهل أن تصطلح معه وانتهى الأمر، أما هنا عداوة دائمة، الشيطان ليس له أمان. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. احفظ هذا الكلام أخي الحبيب، احفظ أن هذا الشيطان يجلس ليمكر بك ليأخذك معه إلى جهنم، هو يحاول أن, 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 أن يشدك باتجاه الشر وباتجاه الضلال. والله تبارك وتعالى يحذرك ويقول ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. هذا الشيطان يقترن بك، من هنا جاء مفهوم القرين. كل إنسان له قرين من الجن يعمل على إضلاله، يعمل على إغوائه. لذلك أنت عندما تنسى يجب أن تعتقد أن الشيطان هو الذي أنساك ذكر الله، عندما تنسى الصلاة الشيطان هو الذي أنساك لأنه يعمل باستمرار على ذلك، عندما تخاف من ضيق العيش وضيق الرزق والله موجود ويقول لك إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، اعلم أن هناك شيطان يخوفك، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذا أصابك يأس من هذه الدنيا اعلم أن هناك شيطان يريد أن يحبطك لتفقد الأمل من رحمة الله فتكون من الكافرين.
إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إذا أصابك وسواس اعلم أن هناك شيطان يريد أن يجعلك تسب الله والعياذ بالله، تكفر بالله، تسيء الظن بالله. هذا شيطان. من الناس من يذهب يعني عيادات نفسية وكذا، هذا شيطان. التخلص منه سهل جدا، أن تقوي ثقتك بالله وتؤمن بكلام الله. القضية ليست استماع للقرآن أيها الأحبة، لأن بعض الناس ليلا نهارا يستمع للقرآن ليلا نهارا، ولكن قلبه في تجارته ولهوه وكذا، مع العلم أن القرآن يعمل ليلا نهارا. بعد 20 سنة تأتي تقول له مثلا، يقول الله تبارك وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، هدى لمن لا يعرف، وهو كل يوم يستمع لهذه الآية. لاهية قلوبهم، القلب لاهي. ينبغي عندما تستمع للقرآن أن تركز مع القرآن، أن تعتقد أن كل كلمة في هذا القرآن هي قانون إلهي، مثل قانون السير، ولله المثل الأعلى. أنت إذا تجاوزت الإشارة الحمراء هناك كاميرا ستلتقط رقم السيارة وتأتيك مخالفة. كذلك هنا يجب أن تستيقن أن هناك كاميرا إلهية تراقبك، ولكن هذه الكاميرا هي الملائكة التي تحفظ عليك أعمالك. حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. هذه الآية أيها الأحبة هل تعلمون؟ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. عندما تنحرف عن ذكر الله، تترك ذكر الله، انظروا إلى كلمة يعش. يعش هنا تجد على عينه غشاوة، بعد نظر، أصبح ذكر الله بعيدا عنه، ظلام. ذكر الله بالنسبة له ظلام. نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا يوم القيامة يأتي هذا الشخص، قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ستقول لهذا الشيطان: فبئس القرين، يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. ولكن يأتي الجواب: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. إذن أيها الأحبة، الجن فيه المسلم والكافر والصالح، وفيهم الأنبياء، وفيهم كل أنواع الجن مثل البشر، فيهم الصالح والنبي والمجرم والمشرك، وكل الأنواع موجودة. شيطان الإنس هو أسوأ شيء في البشر، هو شيطان الإنس. شيطان الجن هو أسوأ شيء في الجن. القرين هو من الشياطين، من السيئين، لأن الجن الصالح لا يعمل على إضلال البشر. الذي يعمل على إضلال البشر هو الشيطان السيء الذي يريد أن يقودك إلى النار. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. خلاصة هذه الحلقة أيها الأحبة، أولا ينبغي أن تعرف عدوك وأن تطلع على هذه الآيات. الشيطان ورد 88 مرة، والملائكة 88 مرة، الشيطان والشياطين 88 مرة، والملائكة وملك 88 مرة، نفس العدد. هذا يدل على أنك أيها الإنسان ينبغي أن تهتم بهذا الموضوع، لا تهمله، تتركه وراءك وتصطدم وتفاجأ يوم الموت به. القرين يجب أن يكون من الشياطين، إلا النبي صلى الله عليه وسلم أعانه الله فقرينه أسلم. وبالتالي لماذا، ما الذي يعني جعل هذا الأمر يتم؟ لأن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يطبق القرآن 100%، كان يثق بالله 100%، كان كل شيء لديه مثاليا. فأنت حاول أن تقترب، كلما اقتربت من أخلاق النبي وحياة النبي وسلوك النبي، أعمال النبي وثقة النبي بالله، كلما اقتربت من ذلك يصبح شيطانك أو قرينك ضعيفا جدا. إذن أيها الأحبة، القرين كما قلنا هو يقترن بك ليضلك، وهو من الشياطين. الجن منهم مسلم ومنهم كافر، ولا يملكون، الكل لا يملك تأثيرا على المؤمن، لأنه لو ملك تأثيرا على المؤمن لكان حجة للمؤمن يوم القيامة، يقول: يا رب، هو أضللني هذا، وأنت أعطيته قدرة على التأثير علي. لا، الشيطان لا يؤثر، والجن لا يؤثر أيضا أيها الأحبة. إذن أيها الأحبة، كل هؤلاء ليس لهم تأثير ما دمت مؤمنا،
تثق بالله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.